انتو بخير، الهوى لإلك، ربحي لنا قد ما فيك انا. وانت بخير محمد، يعني بدلنا الادوار. صح. انا وياك. صحيح. شادي بعده مفكرني باستديو الحزميه، انا نقلت هلا، صرت ببيروت وهلا متواجده بميناء الصيادين، تحديدا بمنطقه الدوره. بعد في ناس بال 2023 عايشه ببيوت تنك، تحديدا عم بحكي عن لبنانيين، مواطنين لبنانيين عايشين ببيوت تنك. خلينا نفوت نزور احدى النساء. مدام فينا نفوت لعندك؟ مرحبا. بدي أدعي زميلي علي سالم كمان، نقدر نفتح. عايشة يعني بين يعني نعم شو عايشة مع الكلب؟ مع الجديد أنا. مع الجديد. خبرينا، كنت متوقعه نجي لعندك؟ اكيد لا، ولا مره، يعني كذا مره دقيت على الجديد ولا مره، يعني دائما براس السنه بتجربي بتحاولي انه ما بحضر الجديد اصلا، وطول خليك في اكثر شيء براس السنه. يعني عم بتجربي كنت تتواصلي معنا تحديدا؟ لا. بخلي عينك على الجديد؟ لا، فقد الامل؟ لا مش فقد الامل، لانه الجديد ما بتجي لعندي، ما راحت الليدي. قصدك بس هي اجت شخصيا الجديد لعندك. خبريني كيف عم بتعيشي، كيف ملاقيه هاي السنه الجديده؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله يا رب تكونوا بخير هالسنه. شو ابشع شيء مرق عليك بالسنه الماضيه؟ مرض جوزي وحادث ابني وكتر خير. حضرتك من وين؟ انا من بعلبك. من بعلبك؟ من القبيات. اهلا وسهلا فيك. يعني اكيد يعني الظروف بتخلي الانسان يقعد، يعني هلا انت البيت من بطون وتنك بنفس الوقت، يعني كنت بتتوقعي انه الايام توصل معك لهون؟ اكيد لا، كنت عايشه احسن من هيك هالسنه بالمره، زفت. شو ابشع شيء صار معك هاي السنه؟ شو ما صار معي كتر خير الله، بقول كتر خير العدرة، صار معي كتير. شو عليك فواتير بدك تدفعيها؟ علي 50 مليون. 50 مليون؟ لا هيك كتير صعبتي علي. 50 مليون؟ علي 50 مليون. عليك 50 مليون؟ ليه؟ شو عليك؟ جوزة ابني. ايه، وابني عمل حادث وما نصلح له للزلمة. سلامة قلبه ابنك، يعني هذا كمان على امل يكونوا عم بيساعدوك كمان بالوزاره. ما حدا بيساعد حدا. انا بدي اكون عم اقدم هيك شيء لو بسيط، يعني تقدر تكوني عم بتسيسري وضعك فيه هلا، بس اليوم بليله راس السنه هن اكيد يعني مش من قيمتك وما في شيء من قيمتك. شو ما نعمل، هو عباره عن فاوتشر من سبينس بقيمه 4 مليون ليره. كتر خيركم، يخلي لي الجديد يا رب، يخلي لي اياك يا رب. تسلمي، شكرا لك. يعني رح نكون بالمزيد من نربح الناس وبكافه المناطق اللبنانيه. بدي اقول لكم انه هلا رح نكون عم نحط مصاري وفاوتشر، بدي اقول يعني بين هلالين بشكل مش طبيعي، رح كون عم بنقل على منطقتين انطروني ورح اوفي بالوعد، رح كون يعني عم نكب مصاري كب لناس عن جد بتستاهل.